والتفاصيل اكتر طبعا عن حاله الطقس بتنضم لنا دكتور منار غانم، عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه. صباح الخير عليك يا دكتور منار. صباح الخير على حضرتك استاذه مريم واستاذ كريم وكل الساده المشاهدين، اهلا بحضرتك. يمكن يا دكتور منار شايفين حالة من عدم الاستقرار بدأنا فيها، خاصة أن يمكن الخميس اللي فات كان في ارتفاع في درجات الحرارة، شفنا اعتدال بعد كده أو انخفاض يعني نسبي في درجات الحرارة، ولكن متوقع أن يتم ارتفاع درجات الحرارة تاني، يمكن بقى يعني زي ما احنا توقعنا أو يعني متوقع أن هي ترتفع ل 40 درجة مئوية، فده يمكن في نهاية أو في بداية يعني شهر سبتمبر ونهاية فصل الصيف أكيد بيبقى حاجة غريبة، يعني عايزين نعرف منك أكتر تفاصيل. هو احنا بالفعل خلال الأيام الماضية كان في ارتفاع في درجات الحرارة، لكن من يوم الجمعة الماضية أيضا بدأت درجات الحرارة تنخفض، بدأت درجات الحرارة تعود للمعدلات الطبيعية، وبدأنا نسجل قيم درجات حرارة ما بين 33 إلى 34 عظمى على القاهرة الكبرى في الظل، خاصة كمان إن في امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا. المنخفض الجوي ده بيعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة فترة الصباح، فبتحجب جزء من أشعة الشمس فبتلطف الأجواء بشكل كبير. هي فترة الظهيرة مع شدة الإشعاع الشمسي هي اللي بنحس فيها بالأجواء الحارة الرطبة على المناطق الشمالية، السواحل الشمالية أو الوجه البحري أو القاهرة الكبرى، شديدة الحرارة على المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده فترات النهار. بالإضافة كمان فترات الليل مع غياب أشعة الشمس في تحسن كبير في الأحوال الجوية، لأن بيكون في نشاط للرياح بيقلل احساس نسب الرطوبه، فبالتالي بيساعد على تلطيف الاجواء وبتحسن نسمات الهواء اللطيفه، ففي تحسن في الاحوال الجويه بشكل كبير وخاصه في فترات الصباح او فترات الليل، وده مكمل معانا لحد يوم الثلاث اللي جاي ان شاء الله، يعني لحد يوم الثلاث مكملين في التحسن في الاحوال الجويه. يمكن كمان غدا متوقع ان تكون معانا فرص لسقوط الامطار الخفيفه على بعض الاماكن من السواحل الشماليه للبلاد، تحديدا في شمال الوجه البحري لسواحلنا الشماليه الغربيه، لكن هي فرص ضعيفه، الامطار خفيفه بس بتقربنا من فصل الخريف، بتقربنا من الاجواء اللي هي الخريفيه اكثر. مع يوم الاربع هنبدا في ارتفاع في درجات الحراره بالفعل، مع يوم الاربع هيبدا في مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، كتل هوائيه صحراويه، فهنبدا من يوم الاربع حتى يوم السبت المقبل ان شاء الله ارتفاع في درجات الحراره عظمى على القاهره الكبرى توصل 36 37 محسوسه هي اللي هتوصل ل 40 درجه مئويه، فبالتالي هنحس تاني بالاجواء اللي فيها شديده الحراره فترات النهار في معظم انحاء الجمهوريه. الفتره دي فتره انتقاليه ما بين الصيف والخريف، فهنفضل فيها في تذبذب ما بين موجات الارتفاع وموجات الاعتدال او موجات انخفاض في درجات الحراره. بس دكتور منار نقدر نقول ان دي يمكن اخر موجه صيفيه ممكن تكون تعدي علينا خلال الفتره المقبله، اكيد مش هيبقى في بعديها تاني سواء بقى في منتصف سبتمبر او في نهايه سبتمبر. لا هو وارد تاني، يعني احنا بعد الموجه دي ان شاء الله هيحصل مره اخرى درجات الحراره تنخفض ب 32 و33، لكن مره اخرى ممكن درجات الحراره ترتفع، لان احنا لسه فصل الصيف ينتهي رسميا 22 سبتمبر، فلحد انتهاء فصل الصيف وارد تكرار موجات ارتفاع في درجات الحراره. حتى كمان احنا بنقول النص الاول من فصل الخريف بياخد بعض سمات فصل الصيف، يعني بعض الايام بيكون فيها ارتفاع، لكن مجمل الايام طبعا بيكون فيها اعتدال، لكن وارد ان يكون في يوم اثنين فيهم ارتفاع في الحراره ثم تعود ثاني درجات الحراره للمعدلات الطبيعيه للوقت ده من السنه. وخلينا ناكد ان شهر 9 معدلاته الشهريه اقل من شهر 8، فبالتالي مجمل شهر 9 هنحس فيه بالتحسن في الاحوال الجويه عن شهر 8، لكن يتخللوا بعض الايام فيها ارتفاع طبعا في درجات الحراره، تبقى ارتفاعات ملحوظه ثم تعود درجات الحراره للمعدلات. هنبدا نلاحظ تدريجي الفرق بين فتره النهار وفتره الليل، فرق بين درجه الحراره العظمى والصغرى هيبدا يزيد، هنبدا تدريجيا مع نهايه 9 كمان نحس بنسبه البروده فترات الليل، لان درجات الحراره بتبدا تنخفض فتره الليل بشكل جميل. احنا بنشكر حضرتك على وجودك معانا، شكرا جزيلا دكتوره منار غانم.